اليوم غنتحدثوا في هذه الحلقه هذه على بوسبي القديم وعلى التاريخ النشأة ثم على ما انتجه بوسبي القديم من مفكرين، من مثقفين، من رياضيين، من مقاومين، وكذلك بعض الأسر اللي عاش في بوسبي القديم. بوسبي القديم سمي بهذا الاسم نظرا لمول الأرض اللي هو بروسبير اللي جا من فرنسا من مارسي. هو مهندس يهودي فرنسي استقر في الثلاثينات في هذه المنطقة هذه وشرى أراضي. هذه الأراضي شراها فقط كي يؤسس لي مشروع بنايات خاصة بالدعارة، وخذ هذا الاسم هذا. لكن من بعد ما أسس وبنى هذا الدور هذه المغاربة المسلمين اللي كانوا ساكنين تما طاروا ورفضوا هذاك الواقع هذاك، وبالضبط دخلت السلطات الفرنسية وبعض الوجهاء من الدار البيضاء اللي غيروا غيروا الوجهة ديال بوسبي القديم لضرب السلطان، وتسمى بوسبير ديال ضرب السلطان معناه، وبقى بوسبير ياخذ هذا الاسم عليه. هو تسمى عدة اسماء، منها في العهد الفرنسي تسمى ري دكتور جيور، ثم تسمى زنقة التافيلات، وفي الحقيقة الاسم الحقيقي اللي كياخذوا الآن هو دائما بوسبي القديم، معروف به في الصعيد المغربي وعلى الصعيد البيضاوي، وكل الناس تعيطوا ديما في بوسبي القديم. بوسبي القديم معناه أنك راك ري دكتور جيور أو في زنقة التافيلات. بالنسبة لبوسبي القديم، شكون هي القبائل اللي سكنت بوسبي القديم؟ قبائل سكنت بوسبي القديم متعددة، كباقي المدن وكباقي الأحياء. وما دام أن بوسبي القديم هو جزء من مدينة الدار البيضاء، فهو كذلك خضع لهجرات متتالية من قبائل مزاب، قبائل تادلة، قبائل دكالة، عبدة، نجاطيين، الهلاليين كذلك، وسواسة، وكذلك من مناطق الجنوب اللي هي جنوب الصحراء المغربية اللي سكنوا وقتلوا هنا، منهم التواتيين، منهم العلويين، الفلاليين، ثم كثير من 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 هذه القبائل هذه. وهذه الشريحة هي اللي كونت سكان ديال بوسبير القديم. بوسبير القديم كما تيقولوا بعض الكتاب، وخصوصا أحمد زياد رحمه الله، بأنه متحف البشرية. ما معنى متحف البشرية؟ أن فيه واحد النوع خليط من السكان اللي عطاو إنتاج رياضي، فكري، ثقافي، موسوعي، ثم بالإضافة إلى أفكار الفكر المقاوم ضد الاستعمار الفرنسي. نعم، نبدأ أولا بالمقاومة. المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في بوسبي القديم كان عندها ارتباط بجميع النواحي اللي هي مرتبطة بوسبي القديم. مثلا إذا كان بوسبي القديم تضم درب الحمام ودرب عبد الله، فدرب الحمام ودرب عبد الله كان عنده ارتباط بدرب تازي، بالمدينة داخل الصور، كان عنده ارتباط كذلك بدرب معايزي، بدرب كاسبار، بدرب تازي، كارتي كوبا. المقاومة اللي ترأسها مقاوم عفيف ما كيبغيش يذكر حتى الاسم ديالو رحمه الله، والحاج بن حميد العثماني اللي كيسكن في ضرب الجران، وهو اللي كان من المؤسسين ديال المقاومه مع محمد الزرقطوني وعبد السلام السيكليس، ومع كذلك بصالح اللي داخل الصور عند تبع الكرعين، عنده قهوه ديال الكرعين وديال الحريره. كانوا هذوك الناس ملي كيصليو الفجر في الجامع الكبير كيجتمعوا عنده في القهوه ديالو، وكيبداو يبرمجوا كيفاش تحل المسدس، كيفاش تدخل الرصاص، كيفاش. ومنهم المرحوم محمد الزرقطوني. الحاج بن حميده هذا الشخص الطيب هو من الناس من بعد الاستقلال اللي بناو هذوك البرارك اللي كاينين قدام سينما الرجاء في الواد في
قصر بجران، بناهم التجار اللي كانوا متواضعين، وكذلك بنا هي مسجد ديال الجوطيه، وكان امين ديال الجوطيه، وكان يدخل ديما هو بخيط بيض في حل وفض النزاعات. كان رجل كذلك سام في تأسيس مدرسة الرجاء اللي كان فيها السي عبد القادر العبدي اللي كانت في عرش الاتحاد، ثم انتقلت لحدا الكارتي كوبا. هذا الرجل هذا لا يمكن ان ينسى. كذلك وبالمناسبه ان هذوك البرارك اللي بنا هو شيدهم، وولده هو اللي كان الجار، هو اللي قام هذوك البرارك هذوك راه باقيين دابا للاسف، ولاو في حاله كارثيه. الحاج بن حميده وولده احمد كان الجار معلم، جاب معلمين هما اللي بناو هذيك المعلمه هذيك. اذا بالنسبة القديم كان فيه نواه المقاومه ضد الاستعمار الفرنسي. تنتقلوا للرياضه. الا كانت المقاومه بهذا الشكل العنيف على يد المرحوم العثماني بن حميده وعبد السلام السيكليس وزرق تون وغيره، انتقلوا للمقاومه الرياضيه. هذه المقاومه اللي بالضبط كان فيها تاسيس الوداد البيضاوي مدينه قديمه على يد بن جلون محمد بن السي محمد بن جلون رحمه الله شوكولاته والبيرجيكو. ولكن اللي خصنا ناخذ بعين الاعتبار ان اللي خصنا ناخذ بعين الاعتبار ان هذه المقاومه الرياضيه تجلت في تاسيس الوداد وبروز عناصر مقاومه رياضيه كعبد السلام عاطف رحمه الله، ك بسالم ديال الوداد، كذلك كبور رحمه الله، كذلك با عبد الله الحلاق او الحجام الله يرحمه، حتى هما كانوا كيجتمعوا عنده في الحانوت وكيبرمجوا الكثير من 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 هاد من هاد من هاد الافكار الرياضيه. بيرجيكو اصلا كان من الناس اللي ما كيساليوش من بوسبيل القديم، كيعطي دروس للرياضيين وكيعطي دروس في المقاومه للمحبين. اذا هذا ما انتجته الرياضه في بوسبيل القديم بالاضافه الى عهد الاستقلال العربي احرضان وغيرهم. من ناحيه الاسر، من ناحيه الاسر اللي سكنت بوسبيل القديم ومعروفه، منهم الاسره ديال بسالم بابا الغياط اللي كان ولد كان ولده سي احمد الله يرحمه. ما كاينش عرس اللي كيدوز في المدينه الا وتكون فيه سي احمد رحمه الله بابا، وكان عنده ولده حتى هو رياضي راه يلعب في الجديده بابا علي، وكذلك بعض الاسر اخرى كتجلى في اسره الغندور الله يرحمه، في اسره قدروز اللي هو الابناء ديالو مصطفى وعبد السلام وولاد عمه مثلا السي محمد الله يرحمه وغيرهم. كذلك كاين عائلات اخرى مثلا عائله الرضاوي، كان جوج ديال الرضاوي، كان الرضاوي اللي هما مقابلين معنا دابا، وكان الرضاوي الوالد ديالو كان السي محمد زموري الله يرحمه، وكان عندهم هما لافيراي تما في ضرب الجران، وبالتالي من السكان ديال بوسبيل القديم، كذلك عندهم تاريخ وعائله طيبه. كذلك كان الرضاوي اللي الوالد ديالهم كان هو المعلم العربي اللي كان حلاق هنا حدا المقاطعه حدا الباب ديال بوسبيل القديم، وولده رشيد المحامي، وكذلك مصطفى وعائشه. كذلك كاين عائلات اخرى، عائله ديال با عبد الله اللي هو مشرف على العوينه الحاره اللي دازت في برنامج ديال ضرب الجران، وكثير من العائلات ربما اللي غادي ننسى بزاف منهم، ولكن هذا ما يمكن ان يقال. بوسبيل القديم من الناحيه الفكريه والثقافيه أعطى الكثير من الشباب في هذا الميدان، خرجوا منه أساتذة، خرجوا منه مفكرين كعادة جميع الأحياء، وخرجوا منه ضباط في الجيش، ضباط في القوات المسلحة، ضباط في الشرطة، دكاترة، أطباء، وكذلك مهندسين. أغلبية ديال الدراري ديال بوسبيل في السبعينات والثمانينات اللي خدوا البكالوريا كملوا الدراسة ديالهم في فرنسا، والآن راه كاين اللي بقى في فرنسا، كاين اللي جانا. فلهذا من هذا البرنامج هذا
إضاءة على بوسبير القديم الحقيقي. فكل واحد خصو يعرف بأن إذا سمع بوسبير القديم ما خصوش يظن أن بوسبير القديم ما فيه وفيه وفيه وفيه، لا، هناك ظروف معينة الناس اللي ساكنين بوسبير القديم ما مسؤولينش عليها، ولكن راه بوسبير عنده تاريخ، تاريخ في الثقافة، في الرياضة، في السياسة، خرجوا كذلك سياسيين، حتى الجزارة اللي كانوا مشهورين في الدار البيضاء، كان المخارق اللي ولدوا الآن هو في اليمتي هو الأمين العام ديال اليمتي، كان المعطي الجزار، كان فضيل الله يرحمه، هذو كلهم كانوا مشهورين في هذا الميدان هذه. فلهذا كنشكر المشاهدين على أخذنا لكم من وقتكم شوية، ولكن مهم هذا نبدأ تاريخية. أتمنى التوفيق.